يلا يا شباب، ها ركزوا معايا كده في اللي انا هقوله. اول مره، اول بقى قاعده لنا في العملي والشغل على الاجهزه، لازم الاول نعرف يعني ايه راوتر من جوه. الراوتر ده كجهاز يا جماعه بينقسم لجزئين. الراوتر ده كجهاز بينقسم لجزئين، تمام؟ جزء هاردوير، جزء هاردوير اهو، وجزء سوفت وير، تمام؟ الجزء بتاع الهاردوير بتاع الراوتر، الراوتر جواه سي بي يو، بروسيسور اهو، هو والسويتش، يعني الحاجات دي مرتبطه بالراوتر والسويتش. فالراوتر من جوه جواه بروسيسور، تمام؟ جواه رام، رامات، صح كده؟ بيخزن عليها ايه الرام دي؟ بيخزن عليها شويه حاجات، اهم حاجه جواها حاجه اسمها running config، ملف كده اسمه running config. اي كوماند انت حضرتك بتكتبه على الراوتر او على السويتش بينكتب جوا فايل، جوا ملف، جوا الرامه بتاع الراوتر والسويتش اسمه running config. يبقى في ملف اسمه ايه؟ running config. حضرتك الرننج اوبريتنج سيستم، الرننج الرننج اي او اس. يعني ايه الرننج اي او اس؟ الاوبريتنج سيستم بتاع الراوترات والسويتشات بنقول عليه انترنت ورك اوبريتنج سيستم، اسمه كده اي او اس اهو، انترنت ورك، نت ورك اوبريتنج، تمام كده، سيستم، انترنت ورك اوبريتنج ايه سيستم اهو. يقول لك الاي او اس بتاع السويتش، الاي او اس بتاع الراوتر يوصف بيه ايه؟ الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر والسويتش. لو انت شاري راوتر سيسكو فالاوبريتنج سيستم سيسكو، لو شاري راوتر هواوي الاوبريتنج سيستم هواوي. مش زي عندنا كده الجهاز نجيبه من حته وننزل له ويندوز، ننزل له لينكس، لا، هو الراوتر بيبقى جايب الاوبريتنج سيستم بتاعه عليه. وهناخد شابتر عن الاوبريتنج سيستم ونعرف الدنيا فيها ايه. يبقى الراوتر يا جماعه بيبقى جاي عليه حاجه اسمها ايه؟ اي او اس او انترنت ورك اوبريتنج سيستم. كل كل الاوبريتنج سيستم اللي شغال بيبقى موجود فين؟ في الرام. هو الاوبريتنج سيستم بيبقى موجود في حاجه اسمها الفلاش، شكل بالظبط ما انت عندك الهارد ديسك بتاع الجهاز بيبقى عليه الويندوز. لما بتشغل الجهاز بتاعك الملفات بتاعت الويندوز بتترمي فين؟ في الرام. فاحنا عندنا ملفات اللي هي شغاله تبقى موجوده فين؟ في الرام. هتطير بترجع تاني للهارد، تمام كده؟ يعني الويندوز انت بتعمله انستول بيتعمل فين؟ بيترمي على السي، تمام كده؟ لما الجهاز بتيجي تشغله بياخد الملفات الاساسيه بتاعته يرميها عندك في الكيرنل، في الذاكره عنده. ويبتدي الجهاز طول ما انت شغال الملفات بتاعت الاوبريتنج سيستم شغال، اللي بتعمل لك ايه؟ تحكم كامل في الجهاز. اول ما بتطفي الجهاز ايه اللي بيحصل؟ خلاص كل الحاجات اللي في الرام بتطير. زي ما هو موجود على السي. تمام؟ خلاص. ده بيبقى ايه يا جماعه؟ الرننج اي او اس. يبقى عندنا هنا حاجه اسمها الرننج كونفيج، دي فيه الملفات بتاعه البرمجه بتاعتك، بيسموها ملفات الكونفيجريشن. وده الرننج اي او اس يا جماعه اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاعي. كمان الرام عندنا بتحتوي كمان على حاجه اسمها البفر. يعني في باكت دخل للراوتر. الباكت ده لما نعمل له نحط له الفريم السورس ماك والديستنيشن ماك ونشوف هيخرج من انهي بورد، هينحط فين؟ في الرام. يعني كل الباكيتات اللي رايحه جايه على الراوتر دي بتتخزن الاول في الرام. تمام؟ طيب ده الرام. في ايه تاني للراوتر؟ في حاجه تانيه للراوتر اسمها الروم. زي الجهاز بتاعك بالظبط الروم. الروم ده هو يا جماعه بيحتوي على اوبريتنج سيستم صغير كده بنستخدمه في حاله الكوارث. عارفين السيف مود بتاع الويندوز كده؟ عارفين البويس بتاعك دل عشان تخش على ما ده روم، هي دول هي بويس. البويس اصلا نوع من انواع الروم زي الجهاز الكمبيوتر بتاعك. فهو بيحتوي على حاجه اسمها دايجنوستيك سوفت وير، دايجنوستيك سوفت وير، بيحتوي على برنامج لتشخيص الاعطال، وهنقوله مع بعضنا ان شاء الله، حاجه اسمها البوست. بيحتوي كمان على حاجه اسمها ميني اي او اس، اي او اس صغير كده بنستخدمه في الكوارث. عملت باسورد ونسيتها وعايز ترجعها، نخش على مين اي او اس ونعملها مع بعضنا عملي.
ازاي بنخش عليه وازاي بنصلح المشاكل اللي على الراوتر. عندك الاي او اس عايز تعمل له ابجريد، عايز ننزل اوبريتنج سيستم جديد، تمام. كمان بيحتوي على 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 حاجه اسمها ان في رام، او اختصار كلمه نون فولاتايل رام، رام غير متطايره. نون فولاتايل رام، رام غير متطايره. ايه الرام غير متطايره دي؟ احنا قلنا كل حاجه موجوده في الرام لما الكهرباء بتفصل ايه اللي بيحصل فيها؟ بتمسح. طب كده البرمجه اللي انا عملتها لو الكهرباء فصلت كل اللي انت عملته راح، فقاموا عاملين حاطين حاجه جوه الراوتر حاجه غير متطايره اسمها ال ان في رام، واحنا كل شويه ناخد كوبي من الرامه نرميه فين؟ في ال ان في رام. ال ان في رام فيها ملف اسمه ستارت اب كونفيج، ثابته بعد التخزين. يبقى وانا بكتب كونفيجريشن بتاعي موجوده فين؟ في الرننج كونفيجريشن اهو، صح كده؟ وانا بكتب كونفيجر موجوده فين؟ في الرننج كونفيجريشن. طب بعد ما بخزنها بتاعي موجوده فين؟ في ال ان في رام، في الستارت اب كونفيج. يبقى في عندنا حاجه ثانيه اسمها ايه؟ ستارت اب كونفيج، موجود فيه كل الكونفيجريشن اللي موجوده على الراوتر الثابته. حلوه ال ان في رام؟ يبقى الفرق بين الرام وال ان في رام ايه؟ ال ان في رام رام غير متطايره، حتى باينه من اسمها نون فولاتايل يعني غير متطايره. اما الرام دي رام متطايره، كل الملفات اللي انا بكتبها بتبقى موجوده جوه فايل اسمه الرننج كونفيجريشن موجود على الرام. بعد ما بخلص كتابه باخد منها نسخه واحطه فين؟ في ال ان في رام. حلو كده؟ تمام. الراوتر كمان يا جماعه عندنا جواه حاجه اسمها الفلاش، دي الهارد ديسك بتاع الراوتر. الفلاش دي موجود عليه ايه؟ موجود عليها الاوبريتنج سيستم. شكل الهارد ديسك بتاع جهازك بالظبط. اول ما بتشغل الاوبريتنج سيستم بيتاخد الملفات بتاعته من الفلاشه يترمي فين؟ جوه الرام. حلو؟ قفلت الراوتر، حاجات موجوده عندك في الفلاش. تمام؟ طب الراوتر كمان عليه فتحات اسمها الانترفيسز. الراوتر له فتحات عشان تتعامل معاه. فتحات اسمها ايه؟ انترفيسز. الفتحات دي نوعين، لا اما حاجه اسمها مانجمنت انترفيس، لا اما داتا انترفيس. فتحات بستخدمها علشان اعمل برمجه للراوتر، ده عشان الكونفيجريشن اهو، ودي علشان اوصل الراوتر باجهزه ثانيه ديفايسز اخرى. حلو. يبقى في فتحات بستخدمها علشان ابرمج الراوتر، وفي فتحات بستخدمها علشان اوصل الراوتر باجهزه ثانيه. حلو. الفتحات اللي بستخدمها علشان ابرمج الراوتر بسميها مانجمنت انترفيس يا محمود، هما ثلاث فتحات. واحده اسمها كونسول، وواحده اسمها اوكسيلري، وواحده اسمها في تي واي. يبقى هم كام فتحه؟ عشان ابرمج الراوتر في عندي ثلاث طرق. كونسول، ولازم يكون معايا الكابل ده، ده كابل الكونسول اهو، ده كابل بستخدمه عشان ابرمج الراوتر والسويتش اهو، تمام. بيركب عندك في الجهاز في الار اس 232، ودي بتخش الفتحه بتاع الكونسول. فين الفتحه بتاع الكونسول؟ اهي، هي دي فتحه مكتوب عليك عندك اسمها الكونسول اهي، فهمتها؟ اهي ورا اهي. قوم موصل دي كده اهو، موصل ده في الجهاز عندي. لما اجي ابرمج ايه؟ الراوتر او السويتش، بدور على فتحه اسمها ايه؟ كونسول. وده اوصله عندي. طبعا اللابات ما فيهاش البورت ده. في كونفرتر من ده بيو اس بي. في كونفرتر من ده على طول مين؟ بيو اس بي. خلاص وصل الباور بقى بتاع السويتش، وتخش بقى على الشاشه بتاع السويتش. في وصل بقى. تمام؟ ها. طلع وصل جيبك ولا ايه؟ بس عشان اعمل حساب بس صح، مفيش حاجات جايه ايه ايه من ار اس من ار اس 32 ليو اس بي. اه لا 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 مفيش. تمام، ده اللي شفته يو اس بي بس. خلاص كده. يبقى في عندنا يا شباب لو احنا جينا بصينا كده هنلاقي في كيبل اللي احنا شايفينه اللي معانا ده اسمه كيبل الايه؟ الكونسول اهو، كابل الكونسول، كابل الكونسول اهو، كونسول كيبل.
شايفينه اهو، ده الكابل بتاع الكونسول اهو اللي موجود مع اي راوتر اهو. الفتحه ده هي يا شباب اسمها ده هي السيريال ده اهو اسمه ار اس 232. الاسم بتاعه ايه؟ كابل الكونسول ده بيبقى طرف منه ار اس 232، ده اللي بيركب عندك في الجهاز. والناحيه الثانيه الكابل الناحيه الثانيه ار جي 45، ار جي 45. بس ينفع يو اس بي صح؟ اه طبعا. والواسطه ينفع ليها الواسطه تخش موجود عند اي حد بتاع الكترونيات، تقول انا عايز بس كونفرت من ار اس 232 ليه يو اس بي. مفيش حاجه من الار جي 45 يوصل على طول؟ انت عايز ار جي 45 ليه يو اس بي؟ الار جي على فكره بتركب في الراوتر. لا انا عارف ار جي 45 مفيش من الفي جي. ليه؟ من ار اس 32 لار جي 45؟ لا. يو اس بي في كابل كامل ار جي 45 ار جي 45 لما الثانيه. ما دي سهله تمام كده؟ بس لا كابل كامل وبتعمل بيه كونفجريشن برضه. اه مش كابل ايثرنت عادي. ار جي 45 وار جي 45 هيبقى ناخده مع بعض زي بنعمله. تمام كده؟ طيب يبقى ده الفتحه الاولانيه ودي الاساسيه اللي في كل الاجهزه سواء سويتش او راوتر اسمها ايه؟ فتحه الكونسول. حلو الكلام كده؟ انا هوصل الكابل بتاعي مع الجهاز خلاص وفي برنامج هنسطبه دلوقتي على الاجهزه علشان يفتح الشاشه بتاع الراوتر والسويتش. ما عنديش البورت ده هجيب له كونفرتر. كونفرتر يعني ايه؟ حته سلك كده من عند حد بتاع الكترونكس ار اس 232 مع مين؟ مع يو اس بي عشان يخش عندك في اليو اس بي بتاع اللاب. حلو؟ محمد ماشي كده ولا الدنيا ضايعه؟ تمام؟ طيب في عندنا فتحه ثانيه اسمها الاوكزيلري ودي مش موجوده عندنا في السويتش انها موجوده في الراوتر. الاوكزيلري دي بس لازم كنت تجيب معاها حاجه اسمها مودم اوكزيلري. اهو مودم ايه؟ اوكزيلري ودي بتبرمج الراوتر عن طريق خط تليفون فون لاين. عارف انت المودم بتاع زمان اللي كنا بنخش بنت؟ نفس الفكره. اجيب مودم خارجي اوصله بالفتحه بتاع الراوتر اسمها اوكزيلري وبرمج الراوتر عن طريق خطوط التليفون، لازم يكون عندي خط تليفون. واعمل دايل على الراوتر. وده مش حدش بيستخدمها قوي. طيب الفتحه الاخرانيه دي مش هتلاقيها موجوده لا. لا بص كده. في عندنا حاجه اسمها اوكزيلري كيبل اهو. لا لا نايس بس اصل هو جايب السيسكو لا جايب بتاع السبيكر اهو هذا الراجل اهو بيوصل اهو ده المودم بتاع الاوكسيلري اهو شايفه اهو بكابل عادي جدا اهو شكل بتاع ده بس هنا بيركب فيه خط تليفون يا حبيبي اهو ده مودم اهو وبعمل كولنج للراوتر زي كاني بالظبط بخش نت كده برقم للراوتر عشان يفتح لي الشاشه بتاع الراوتر وابدا اكتب الكوماندات تمام طيب اخر بورت عندنا اقدر ابني كبير الراوتر بقى واقدر اخش اعمل كونفيجريشن للراوتر حاجه اسمها الفي تي واي ايه الفي تي واي دي بقى دي حاجه مش موجوده على الراوتر دي حاجه فيرتشوال عايز اخش على راوتر موجود في طنطا وانا قاعد هنا في شبين بخش عليه ريموتلي من بعيد في بورت كده فيرتشوال على الراوتر انا باكتفه وهناخده مع بعضنا زي بنكتفه واكتب الاي بي بتاع الراوتر بكوماند اسمه التلنت فيخلينا كونكت على الراوتر وانا قاعد في مكان وهناخد لاب عمل عليه كلنا بنشتغل اول مره كونسول يعني اول ما بتيجي تعمل السايت بتاعك بتشتغل كونسول وبعد كده على طول في تي واي يبقى الفي تي واي ده لو جيت دورت على الراوتر على السويتش كده مش هتلاقي حاجه اسمها في تي واي امال دي ايه؟ ده حاجه فيرتشوال حاجه خياليه اهو حاجه خياليه بورت وهمي انا اللي بعمله بالكوماندات ومن اي مكان جوه الشبكه من على الدوس افتح الايه الشاشه بتاع الراوتر بفتح الراوتر هو بعيد عنك ريموتلي هو ده اساسا استخدامه عشان كده فانت تبقى قاعد في مكان واحد وعمال تكونكت على الشبكه كلها من بعيد تعمل لها كونفيجريشن بس لازم اكون متصل بالشبكه لازم اكون متصل بالشبكه اللي هو الاي بي بتاع الراوتر ايوه الكوماند اسمه تلنت فالراوتر مش هيرضى يفتح لك الا لما اكون كاتب عليه باكتف عليه الاول الفي تي واي يبقى الاول لازم انا اكتب الفي تي واي بكابل الكونسول وبعد ما اكتب الفي تي واي اكتب كوماند التلنت واخش على الاي بي بتاع الراوتر او السويتش حلو تمام دي ايه يا جماعه دي المانجمنت انترفيس الداتا انترفيس بقى نوعين اتنين
في فتحات اسمها الايثرنت، ودي انا بستخدمها في حاله اللام عشان اوصل الراوتر بجهاز كمبيوتر، اوصل الراوتر بسويتش، اوصل الراوتر باي جهاز جوه اي بي فون معرفش ايه جوه اللام، تمام؟ اللي هي الفتحات دي اللي في سويتش. او في فتحات اسمها فتحات سيريال، دي بستخدمها لايه؟ للوان اللي هي زي دي بين فرع والتاني اهو. دي موجوده فين؟ بس في الراوتر بس، اللي هي الفتحات بتاعت الوان دي، انما السويتش ما فيهوش غير لان، صح؟ ايوه. ده عشان اوصل الراوتر بخط فايبر. بالظبط. ها تمام كده. طيب ده كل اللي انا بتكلم فيه، ده انا بتكلم فين؟ في الراوتر كايه؟ كهاردوير. كسوفت وير بقى احنا عندنا ثلاث حاجات من السوفت وير، عندنا الاي او اس، وعندنا الكونفيجريشن فايل اهو، وعندنا ملف اسمه التيرمينال. الاي او اس اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاعك موجود فين؟ على الفلاش، بيضيفه على الفلاش، تمام؟ طيب الكونفيجريشن فايل ملف البرمجه له مكانين، لو انت شغال عليه موجود في الرام اسمه رانينج كونفيجريشن اهو اهو، لو انت شغال عليه. طب انت بعد ما تخزنه موجود فين؟ في الان في رام باسم ستارت اب اهو، صح كده؟ تمام. في عندنا ملف تاني بقى اسمه التيرمينال او التيرمينال سوفت وير. التيرمينال سوفت وير ايه؟ التيرمينال سوفت وير هي البرامج اللي بستخدمها علشان افتح الشاشه بتاع الراوتر. انت وصلت بكابل الكونسول يا معلم، عايز بقى توصل للشاشه بتاع الكوماندات، هتكتب بقى عليه على الدوس؟ لا، بنزل برنامج صغير كده عندي على الجهاز. شكل مين؟ شكل برنامج اسمه برايفت اهو، برايفت هايبر تيرمينال. شكل برنامج تاني اسمه ايه؟ باتي. شكل برنامج اسمه ايه؟ سكيور سيرت. شكل برنامج رابع اسمه ايه؟ تيرا تيرم. ايه ده؟ ده كلها برامج بالكيلو. بستخدمها في ايه البرامج دي؟ اصل طبعا عندي على الجهاز عشان افتح الشاشه بتاع الراوتر. وهفتحها لكم دلوقتي على الجهاز ده دلوقتي. هجيب لكم برنامج منهم وافتح الشاشه بتاع السويتش ده. ده بيشتغل على الويندوز؟ على الويندوز. لو انت عايز تشتغل على اللينكس بقى روح نزل نسخه اللينكس. تمام اهو، يعني ده البرنامج اهو هتركوا عندكم في قلب الماتيريال لو انتوا خدتوها مني اهي. اهو ادي البرايفت اهو، وراح فين؟ كان هنا اهو برايفت طب نخش هنا على القديمه دي لا موجود هنا موجود هنا اهو يا شباب برايفت هايبر تيرمينال هتعمله بس اكستراكت كده برنامج عبيط كده ملوش اي لازمه ب 2 مليم كده اهو استبوا 5 دقايق تسطب موجود على كل الاجهزه في برامج تانيه ما بتسطبش يعني باظ ده ما بيسطبش ده بينزل اساسا كده اي اكس اي اللي هو ده الناس بتحبه عشان كده برنامج كيلو كده اكس اي دبل كليك عليهم شغال تمام اهو نيكست اكسبت نيكست ماشي يا عم فينيش بس في برنامج بيتميز عن التاني في حاجه معينه لا خالص 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 نفس تقدر تسيب بهم نفس الفانكشن بس على حسب ارتياحك انت كده البرنامج عندك نزل ديمو 30 يوم وهيضرب تمام بتكركه ازاي بتاخد الدي ال ال دي كوبي وترميها في السيت اب بتاعه بس يعني احنا كنا اساتذه في الحاجات دي صح صح ولا ايه يا معلم محمود ولا ايه تمام بتعرف تكرك البرنامج يعني مش متطلبه حد بتاع سيسكو يعني اهو بروجرامز اهو اسمه هايبر تيرمينال راح فين اهو وراح جاينا ايه رامي الكوبي بتاعته دي بس خلاص هو كده اتكرر بعد كده نسخة كاملة بس يا سيدي افتح بقى اشغل اهو اكتب اسم السيشن ادي الشاشة اهي بتاعت الراوتر والسويتش
لو انت موصل دوت راوتر وسويتش كان لقط معاك هنا. حالا دلوقتي لما نخلص نوصل على الجهاز ده ونوصل السويتش ونجرب. حلو الكلام. طب انا بقى لما الراوتر بتاعي بيجي يفتح ايه المراحل اللي الراوتر بيعدي عليه؟ الراوتر بتاعك لما بيشتغل انت بتشغله باور ايه بقى اللي بمراحل؟ تعال نشوف بقى مع بعضنا كده. يلا تعال نشوف كده مع بعضنا. الراوتر بتاعي لما بتيجي تشغله تديله باور اهو، هناخد حاجه دلوقتي اسمها راوتر بوت سيكونس. الراوتر لما تيجي تشغله بيعمل ايه؟ بيعدي على شويه مراحل. تعال نشوفها كده مع بعض. اهو اول مرحله عندنا انا كنت مقفوله شغلته دلوقتي شغاله ماشي. اول مرحله عندنا اول ما بتدي الراوتر باور اهو، ايه اللي حصل البرنامج؟ اول ما بتدي الراوتر باور بيروح يعدي على حاجه اسمها ايه؟ بصوا كده، دي حاجه غريبه يعني الصراحه. ماشي، بيروح يعمل حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ عمليه اسمها البوست. ايه اللي عمليه البوست دي؟ عندكم حتى جهاز الكمبيوتر بتاعكم بيعملها. اول ما بيشغل جهاز الكمبيوتر بتاعك بيستنى الاوبريتنج سيستم. يا عم اوبريتنج سيستم مين ده؟ احنا لسه تحت خالص. اوبريتنج سيستم لسه تحت خالص يا عم، لسه مديله باور. بيعمل ايه يا معلم؟ البورده بتاعتك بتعمل ايه؟ البورده بتاعتك فيها عندك يا عم ربات ايه بس؟ البورده عندك فيها حاجه اسمها الروم اللي هو البويس بتاع الجهاز. اختصار كلمه بيزك انبوت او بوت سيستم. شبايه كده جوه المذر بورد بتاع الجهاز. كنا بنسميها زمان ام 44 لان كان بيبقى لها رجول كده. دلوقتي بقت بيلت ان جوه البورده. شبايه كده جوه الجهاز اسمها البويس. عارف انت الشاشه السمراء اللي بيبان لك في الاول دي؟ ده السوفت وير اللي بيتحمل على البويس. البويس اختصار كلمه بيزك انبوت او بوت سيستم. السوفت وير ده موجود عليه ايه او الشبايه دي موجود عليها ايه؟ موجود عليها برنامج اسمه البوست. البوست اختصار كلمه باور اون سيلف تيست. عليها سوفت وير اللي قلنا عليه دلوقتي اسمه سوفت وير بتشخيص الاعطال، صح؟ اللي هو البوص ده. البوص ده بيروح يعمل ايه؟ بيروح يعمل تشيك على كل المكونات بتاع الجهاز يا عم باسم. وعشان زمان كده لما كان بيحصل لك مشكله في الجهاز يقول لك ايه؟ الفلوبي ديسك فيل، بريس اف 1 تو كونتينيو. فاكرها؟ يقول لك اضغط واحد واقف واحد عشان تكمل. هو اللي كان بيظهر لك الرسائل دي، هو ده اللي كان بيظهر لك الرسائل ده. لو الرما فيها مشكله يقعد يصفر ثلاث صفارات ورا بعض. لو كارت الشبكه فيه مشكله صفارات طويله واثنين قصيرين. تمام؟ طبعا انت خليك قاعد كده ما تقراش حاجه ولا اي حاجه ولا تطور نفسك. تمام؟ اللي كان بيظهر المشاكل دي هو برنامج البوست. البوست ده اختصار كلمه ايه؟ باور اور سيلف تيست. نفس الكلام موجود في الراوتر بتاعنا. عليه شبايه جواه اسمها الروم. الروم دي فايدتها ايه؟ عليها برنامج اسمه البوست. اول ما تشغل الراوتر او السويتش يروح يدور على كل المكونات بتاعت الجهاز تشيك عليها. في مشكله يظهر لك في رساله عندك على الشاشه، مفيش مشكله يكمل الخطوه اللي بعدها. حلو الكلام كده؟ يبقى البوست دي موجوده فين يا معلم؟ البوست دي موجوده حسب رامة الجهاز برضه، موجوده في الروم، في الروم مش في الرام يا واد، في الروم. انا فاهم، انا بتكلم حسب الرامة بتختلف الجهاز في الجهاز صفرات يعني؟ لا، وفي قمه الجهاز نفسه، قمه الجهاز نفسه على حسب البويس، حسب البورده. ابونا زمان كان في جداول كده اسمها جدول الصفارات، نقعد نحفظ جدول الصفارات بتاع الانتل، جدول الصفارات بتاع الاي ام دي، وفي تيستر ديجيتال رقمي والكلام من ده. تمام؟ طيب بعد البوست بيروح يدور على ملف اسمه بوت استراب. يبقى بعد ما نعدي القصه بتاعت الروم يقوم محوله الملف اسمه ايه؟ بوت استراب. يبقى البوست ده ايه يا جماعه؟ بيتشيك بس على كل الكومبوننت. البوت استراب بيعمل ايه بقى؟ البوت استراب ده هو عامل زي ملف عندك جوه الويندوز على السي اسمه بوت دوت اي ان ار. لو حد يا معلم شالك الملف ده دليتهولك الويندوز بتاعك ما يفتحش. يظهر له رساله اسمها ديسك بوت فيلير. روح دور عليه عندك على السي.
ملف ملف محمي. اذا بس الملفات المحميه هتلاقي عندك حاجه اسمها بوت دوت اي ان اي. البوت دوت اي ان اي ده موجود فيه ايه؟ موجود فيه الاوبريتنج سيستم بتاع الويندوز على السي ولا على الدي ولا حمل على الاف ولا فين بالظبط المسار بتاع الويندوز. فكان ملف صغير كده زمان كنا ننزل زمان ايه ويندوز 98 ويندوز اكس بي كده زمان احنا بنعمل كده ما اعرفش يعني الحته الايام دي ولا ايه في 98 واكس بي عشان اكس بي نشتغل عليه العاب و98 ما اعرفش نعمل عليه الشغل كان الناس بتعمل كده. فكان 98 نزلوه على السي والاكس بي نزلوه على الدي. فكان الملف ده بيبقى موجود عندك على السي قايل لك تيجي تفتح الجهاز يقول لك انت عايز تخش على الويندوز الاولاني ولا الويندوز الثاني تمام. لو حد كان دخل عندك على السي من عنتوس وعمل لك ريز للملف ده او شاله لما يجي الجهاز يعمل ريستارت ويجي يخش ما يفتحش تقعد تنزل ويندوز من اول وجديد بقى او تاخد كوبي من الملف ده من جهاز ثاني ترميه على السي يشتغل. نفس الكلام ده موجود عندك على الراوتر حاجه اسمها بوت ستراب. البوت ستراب ده فايدته ايه؟ بيروح يحدد مكان الاوبريتنج سيستم. يحدد ايه؟ مكان الاوبريتنج سيستم. هو الاوبريتنج سيستم موجود فين؟ موجود على الفلاش. بس يا معلم ده موجود على الفلاش ده مش الديفولت بتاعه. ده الديفولت بتاعه اللي هو موجود على الفلاش فروح يحمله من الفلاش. امال هو ممكن يكون موجود في حته ثانيه؟ انت بقى لو راجل جامد في النتورك بتبقى عامل حاجه اسمها تي اف تي بي سيرفر جهاز كمبيوتر مجمع عليه كل الاوبريتنج سيستم بتاع الراوترات والسويتشات اللي في الشركه بحالها وحاططها عندك. فلما يجي اي راوتر او اي سويتش يفتح يروح يفتح من مين؟ من على السيرفر. ليه؟ لان ممكن الفلاشه والراوتر شغال هناك في طنطا الراجل بتاع طنطا غبي يقوم شاد الفلاشه والراوتر شغال حرق الفلاشه فانا مش هقعد بقى اجيب فلاشات وراه. في ناس بتخلع الفلاشات وتخلي الراوترات والسويتشات تفتح من على مين؟ من على السيرفر ده. يبقى في طريقه ان ممكن اخلي جهاز كمبيوتر ثابت كده اديله اي بي واقول للراوترات والسويتشات لما تيجوا تحملوا وتشتغلوا روحوا اسالوا الراجل ده هاتوا من عليه الاوبريتنج سيستم بتاعكم. السيرفر اللي بيخدم على اجهزه النتورك ده اسمه ايه؟ تي اف تي بي سيرفر. او النبي فك لسانك كده. فك لسانك كده يا اخويا والنبي. شغلوا كده معايا والنبي. تمام؟ التي اف تي بي سيرفر هو سيرفر محطوط عليه الاي او اس ومحطوط عليه الكونفجريشن فايل بتاعتك. انا مش عايز اخزن اي ملفات برمجه عندي على الراوتر او على السويتش ولا عايز اخزن اوبريتنج سيستم يا ولاد. اروح اعمل سيرفر لوحده كده ببرنامج صغير هديهولك ينزل على اي جهاز يشغله تي اف تي بي سيرفر. برنامج كم ميجا كده وكم كوماند هنكتبه مع الراوتر والسويتش لما يا راوتر تيجي تشغل تفتح ما تفتحش من الفلاش هيفتح من على تي اف تي بي سيرفر. فالبوت ستراب ده اهو انا بغير فيه. لو انت عايزه يحمل من على السيرفر تديله الاي بي بتاع السيرفر. لو انت عايز تشغله ديفولت شغله ديفولت. عارفين انت لما تقعد تعمل لدل تخلي السدروم تحمل قبل الهارد او يروح يجي يقرا من على النتورك او هو نفس الوضع. تمام كده؟ يبقى البوت ستراب ده بيحدد مكان الاوبريتنج سيستم موجود فين عشان اشغله. حلو؟ يبقى البوت ستراب ده يا محمود هو اللي بيحدد هو الاوبريتنج سيستم موجود على الفلاش ودي الديفولت يا معلم. اهو ده الديفولت لو انت ما غيرتش. طب لو انا غيرت تي اف تي بي سيرفر. ها حلو الكلام؟ حد كده فيه مشكله؟ ممكن مثلا بالظبط. بعد كده يا شباب ما حمل الاوبريتنج سيستم يخش بقى يحمل الاوبريتنج سيستم الاي او اس الخطوه رقم 5. اهو الخطوه رقم 5 يحمل مين؟ الاي او اس اهو. بس ده الكونفيجريشن بيتحط يا باشمهندس في الاول وبيتحط عليه ده الكونفيجريشن بيثبت خلاص انت بتغير عليه وبيثبت عليه بالظبط. لازم كل ما جبت هخش لا انا بعمل مره واحده وخلاص يا عم شكرا. هو انا لما بعمل اف 2 واغير الصدور من الاول ما اعرفش بقى كل شويه اعملها خلاص مره واحده وخلاص. بس مش عايز اغيرها بعد هنا اغيرها قصدي ان دي مش مراحل بتتعمل مره. لا دي مراحل بيكون انا بعمل بس باخدها دايره ورا بعض ورا بعض لما تشغل بيعاد عليها كلها مره واحده. تمام؟ طيب الاي او اس يفتح الاي او اس بتاعنا. الاي او اس قلنا يا اما من الفلاش يا اما من تي اف بي خلصت. طب اللي بيدور عليه ملف اسمه البوت ستراب. طب بعد كده يا جماعه يبقى في عندنا حاجه بعد ما الاي او اس يفتح بيروح نفتح بقى حاجه اسمها الكونفيجريشن فايل. صح كده؟ هو الراجل كان مبرمج الراوتر ده قبل كده حاطط باسوردات وحاط ايباد هيفتحها لك البرمجه اللي كانت قبل كده. طب البرمجه دي بتبقى موجوده فين يا ابو حميد؟ احتمال الديفولت بتاعتنا تكون موجوده فين؟ في الان في رام يا معلم. صح؟
طب مش موجوده في الان في رام، ممكن اكون رميها على التي اف تي بي سيرفر. ايه ده؟ يعني البرمجه بتاع الراوترات والسويتشات كلها مجمعها عند على سيرفر، او كل واحد شايل الملف البرمجه بتاعه. طب فتح البرمجه، طب راح يدور على البرمجه ما لقاهاش، يعمل ايه؟ يقوم فتح لك حاجه اسمها سيت اب مود. وده سؤال جاي في الامتحان، ايه السيت اب مود ده؟ السيت اب مود ده عباره عن مود لو انت مش مبرمج الراوتر والسويتش، لسه الراوتر والسويتش جديد، يقوم مدخلك على وضع اسمه سيت اب مود. شويه اسئله يقعد يسالها لك يس ونو. والله الراوتر ملوش اسم، تحب نحط له اسم؟ نحط اسم. طب والله الانترفيس الفلانيه ملهاش اي بي، تحب نحط لها اي بي؟ يقعد يسالك شويه اسئله وانت تجيب عليهم كده، بيساعدك عشان تعمل كونفيجريشن. انما هو معمول الكونفيجريشن مش هيسالك. يبقى انت لما تخش على السيت اب مود يا جماعه، لا اما الراوتر جديد، لا اما مفيش كونفيجريشن قبل كده. هو في راوتر مبقاش فيه كونفيجريشن، هو بعمله في الشركه اصلا كونفيجريشن. ايه؟ مش هو في الشركه مثلا. لا يا حبيبي، هو بيجي لك داتا كونفيجريشن. لا يا اخي، هو بيبقى جاي اصلا. اللي هو بتاع مين؟ انت بتتكلم على مصر ايه؟ على ال انا مش قصدي الراوتر بتاعك النت اللي في البيت. انا بتكلم على راوترات زي دي مثلا. راوترات سيسكو. لا 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 لا، راوترات سيسكو بقى، انا بتكلم على راوترات سيسكو. تمام كده، يبقى جاي من غير كونفيجريشن، يبقى جاي ديفولت، انت بتعمله كونفيجريشن. تمام؟ ما خلاص يا عم، ما خلاص يا عم، انت هو بعد كده كل واحد يقعد على جنب بقى، معلش يكون كده. انا خلاص انا ديك خلاص، انا كل واحد يلا 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 يا جماعه. ها ها، بس هقعد انا عم بقول ده، ما هو بس هناك عم بتجيب ولا هناك، هناك المكان كويس. يلا الجهاز ده شغال تمام بالظبط. سيبه والنبي، والله انا بصلبه. انا اتمنى بس يعدي نص الكورس وما يجيش بعد كده النص الثاني، بس هو بس يعدي نص الكورس عشان ما يقعدش كل كورس يقول انا عايز احضر الكورس، عايز احضر الكورس. يعني ما ينفعش. ها خلاص كده، يبقى اول حاجه يا جماعه عندنا ايه؟ باور، وبعدين البوست، وبعدين البوت ستراب، وبعدين الاي او اس، وبعدين الكونفيجريشن فايل، وبعدين السيت اب مود. طب لو راح يفتح الاي او اس ما لقاهوش موجود، كان الاي او اس فيه مشكله، يروح يحمل يا معلم حاجه اسمها ميني اي او اس. اهو ميني اي او اس، اي او اس صغير كده، موجود فين؟ في الروم. يبقى لو عندي مشكله في الاي او اس وبيحمله، لا، يروح يفتح حاجه اسمها ايه بقى؟ ميني اي او اس. موجود فين الكلام ده؟ في الروم. بس ما بيتحطش على التي اف تي بي سيرفر. الحاجات اللي موجوده على الروم ما بتنشالش من الروم. تمام كده؟ اللي بيشال من الروم الحاجات اللي موجوده في الان في رام، موجوده فين؟ في الفلاش. تمام؟ دي الراوتر بوت سيكونس، ولازم نحفظها لان بيجي عليها اسئله في الامتحان. مين قبل مين؟ تاني هعيدهم كلهم ورا بعضهم اهو. بدل باور للراوتر، بشغل الراوتر او السويتش. بروح يعمل عمليه اسمها البوست. البوست دي موجوده جوه الروم. اختصار كلمه باور اون سيلف تيست. بتعمل ايه البوست دي؟ بتروح تشيك على كل المحتويات الراوتر والسويتش. لو في مشكله بيظهر لك رساله بيه، مفيش مشكله نعدي على الخطوه اللي بعد كده. بعد كده بيفتح ملف اسمه البوت ستراب. البوت ستراب ده موجود فين برضه يا شباب؟ موجود جوه الروم برضه. البوت ستراب ده موجود جوه الروم برضه. فديته ايه البوت ستراب ده؟ بيروح يدور على الاوبريتنج سيستم بتاعك، على الويندوز بتاعك، على الاي او اس بتاعك ويحمله. مش ويندوز بقى، انا بدي مثال يعني. الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر والسويتش ويحمله. طب الاي او اس ده موجود فين؟ لا اما موجود في الفلاش باي ديفولت، لا اما موجود على التي اف تي بي سيرفر. طب لو الاي او اس فيه مشكله هيبقى موجود فين؟ في الروم. هنحمل حاجه اسمها ميني اي او اس، اي او اس صغير كده يمشي لحد ما تعدل المشكله اللي موجوده. تمام؟ بعد كده يا شباب، بعد كده بنفتح الكونفيجريشن فايل. الكونفيجريشن فايل بنفتحه منين؟ لا اما من الان في رام، لا اما من التي اف تي بي سيرفر. تمام؟ طب لو ما هو ما عليهوش كونفيجريشن فايل، بيفتح لنا حاجه اسمها ايه؟ سيت اب مود. طب يا باشمهندس، ما فيش بالنسبه للهارد. هارد ايه بقى؟ هارد بالنسبه تمام. مش هنشوف لا 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 خالص يا باشا، ولا تخصصنا اساسا ولا اسهل حد بيعملها في مصر. الحاجات المبوظه عندنا بيشحنوها على بره. التوكيل بتاع تسكو بيشحنها على بره. تمام كده؟ ولا حد بيفتح راوتر ولا بيلعب فيه، بس انت ممكن تفتح وتلعب على التافه، تلطات شكل الرامات وليه بورده شكل الجهاز اللي عندك دوت، ممكن تقيس فيه وتعمل فيه كل اللي انت عايزه لو انت فاهم الكترونكس. لو عندنا راوتر مفيش حاجه اسمها يزودوا الرام، نجيب حاجه او توديه للبروفايدر بتاعه وهما يزودوا لك اللي انت عايزه. هما يزودوا الرام. بالظبط.
بالظبط. انما احنا عندنا صراحه يعني الراوترات اللي بتبوظ في عندنا يعني واحد بيقعد يصلح فيهم فني كده لما بيت خالص بقى وعدى ضمان وعدى كل حاجه. طب خش بقى يقعد ينظفه ويفتحه ويشوف فيه كارت محروق يصلحه يعني يحاول يقومه يعني ما امشي في 60 ده هاتوا جيب واحد هنا تمام كده فاهم. انما مفيش حد تخصصه ان هو يعمل صيانه للراوترات والشات لا تمام. في مشكله كده عند حد يا شباب؟ ها في مشكله كده عند حد؟ طيب الراوتر بقى والسويتش عايز افتحه تمام. انا طبعا مش هقدر افتحه على اللاب بتاعي لان ما معيش كونفرتر, فانا هفتح السويتش ده على الجهاز هنا خلاص. لو حد معاه كاميرا عايز يسجل يسجل الكلام ده يعني عايز يشوف الخطوات دي يسجل من موبايله تمام. نفس الكلام اللي احنا صورناه ده هنعمله على الباكت تريسر. سيسكو عملت لك برنامج رائع اسمه الباكت تريسر اللي هو قدامنا ده, هنعمل عليه كل اللابات بتاعتنا. بس انت في شغلك مش هتعمل على الباكت تريسر, هتجرب الاول على الباكت تريسر بس هتروح تنفذ على اجهزه زي دي يا محمد تمام كده. في برنامج اسمه باكت تريسر, في برنامج اسمه جي ان اس 3, لما نكبر شويه بنعمل لكم محاضره على جي ان اس 3 اقوى من الباكت تريسر شويه, وهقول لكم ليه اقوى منه. مش تحت سيسكو بس بنشتغل عليه لابات برضه اسمه جي ان اس 3. يبقى احنا عندنا برامج السيميوليشن عندنا يا جماعه اللي هنشتغل عليها طول الكورس, المفروض ان اللابات بتاعتنا سيسكو فهنشغلها على ايه؟ على الباكت تريسر. طبعا ربنا يقوم بالسلامه اهو ادي الباكت تريسر اهو. ان شاء الله لما اخد اجازه ان شاء الله اهو هذا الباك تريسر. في برنامج تاني اسمه جي ان اس 3, برنامج اخر يعني اهو ممكن تروح تنزله من على النت وتخبط فيه لحد ما نعمله لك تمام. الاثنين دول بيعملوا ايه؟ بترسم عليهم شبكات وتطبق عليهم الكوماندات يا ابو حميد. بس الباك تريسر عليه كل الكوماندات بتاع السيس ان ايه كوماند او اتنين اللي ناقصين, اما الجين 3 عليه كل الكوماندات. اصل انت بتجيب اوبريتنج سيستم بتاع راوتر حقيقي تحطه عليه وبتلاقي عليه كل الكوماندات بتاعتك الجين 3 تمام كده. ها طب ازاي بنشغل الباكت تريسر اهو؟ هذا الراجل قال لك ايه؟ هذا الراوتر عندك اي مود الراوتر انت عايزه, في راوترات 2800 اهي مثلا, في 2900 دي اخر حاجه سيسكو عاملاها. الراوتر ده 31000 جنيه 2900 تمام. بيربط مودم ببعضيه, بيربط لك شبكات ببعضيه تمام, بيربط لك فرع البنك بتاع طنطا وفرع البنك بتاع القاهره تمام مثلا بنوك شركات بترول اي حاجه محل كشري اي حاجه. سويتش 2960 اهو ده السويتش اللي احنا شغالين عليه مشهور قوي سيسكو. طب انا عايز اعمل كونفيجريشن ليه, ادي جهاز الكمبيوتر بتاعي اهو الخطوات اللي احنا عملناها, ادي كابل الكونسول اهو اللي هو اللبني ده اهو وصل يا عم بايه؟ بالسيريال. افتح الجهاز الديسك توب هتلاقي برنامج مستطب اسمه تيرمينال اهو اللي احنا سطبناه اوكي. ادي الشاشه بتاع الراوتر والسويتش اهي, سويتش اكبر منه. طب وبتاع الراوتر نفس الكلام, هات كابل الكونسول وضمه في الكونسول بتاع الراوتر, خش هنا على الجهاز اهو ادي يا عم وشغله بس وخلاص تيرمينال اوكي اهو. راوتر اكبر منه او سويتش اكبر منه, ودي هتبقى بدايه المره الجايه بقى نبدا ناخد الكوماندات الاساسيه مع الكابلات التقريجه بتاع الكابلات وانواع الكابلات. في المره الجايه كوماندات فمحدش يتأخر تمام؟ ناخد الكوماندات البيزك بتاع الراوتر والسويتش بداية العمل المرة الجاية، احنا عرفنا ازاي النهارده نخش بس عليه والراوتر هو بيشتغل بيعمل ايه؟ ازاي بقى نبرمجه؟ دي بداية المرة الجاية. المرة الجاية آخر مرة في السمستر الأولاني وهنخش يوم السبت على السمستر الثاني كله عملي. كل توبكس هناخده نطبقه عملي، كل توبكس هناخده نطبقه عملي، السمستر الثاني والثالث الاثنين عملي. شغالين عمل لحد المحاضرة رقم 16 كده. ناخد محاضره نظري بعد محاضره 16 ونقلب ثلاث محاضرات عملي خلاص الكورس تمام كده.
فده هو انيبل هذا الراوتر بتاعي او كونفيجر تيرمينال. سيسكو قالت لك ايه يا عم انت سيميوليشن يعني هو لازم كابل كونسول وجهاز ده في الحقيقه ممكن تعمل دبل كليك على الراوتر السي ال اي يفتح لك الشاشه بتاع الكوماندات على طول تمام اهو. بس طبعا في الحقيقه مش هتعرف تعمل دبل كليك على السويتش يعني لازم كابل كونسول تمام اهو سي ال اي اهو. حلو الكلام كده ها في مشكله عند حد؟ اقفل الجزء ده تمام اقفل الجزء ده ونتقابل ان شاء الله يوم